الآن إلى الدكتور ميكولا باستون من كييف الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور، أبدأ معك، بعد عامين من الحرب كيف نستطيع تقييم القدرات بين الجانبين الروسي والأوكراني، وأيضا فيما يتعلق أو فيما هو منسوب لآخر التصريحات والأرقام؟ صباح الخير. نعم، بعد هذين بعد عامين من الحرب والقتال، الآن دخلت أوكرانيا في مرحلة صعبة جدا، وذلك في المقام الأول بسبب العمليات السياسية في داخل الدول الغربية وخاصة في الولايات المتحدة، حيث هناك صراع بين الحزبين وحملة الانتخابات، وكل ذلك أدى إلى توقف في تقديم المساعدات لأوكرانيا، وانعكس ذلك بشكل سلبي جدا على الوضع في ساحة المعركة، حيث تعاني القوات الأوكرانية بشدة من نقص في الذخيرة وفي الأسلحة، واضطرت إلى التراجع في بعض المناطق. ولكن نحن نعلم أن هذه العمليات الحربية العسكرية هي تجري بشكل موجات، حيث أولا هناك موجة نجاحات روسية ثم موجة معاكسة لذلك. وفي المجال السياسي، في السياسة، قبل الدخول في المجال السياسي، حضرتك كنت تتحدث الآن عن نقص الذخيرة والإمدادات العسكرية، إلى أي مدى يمكن القول كما ذكر البنتاغون أن نقص الدعم العسكري الأمريكي إلى كييف يهدد بنفاذ الذخيرة بشكل كامل؟ هل الآن كييف تواجه هذا الخطر بشكل كبير وبنسبة كبيرة؟ ليس بالكامل، ولكن إلى درجة كبيرة طبعا، حيث لم تكن الولايات المتحدة مصدرا وحيدا للذخيرة، هناك دول أوروبية والاتحاد الأوروبي، تلك الدول أيضا تقدم مساعدات ملحوظة، والآن يعني نشطت الدول الأوروبية في محاولة البحث وتقديم إيجاد وتقديم المزيد من الذخيرة لكييف، خاصة حكومة تشيكيا أعلنت أنها وجدت احتياطات كبيرة من الذخيرة، لكن فرنسا رفضت وأعلنت هذا الرفض بشكل مصرح أو يعني بتصريحات معلنة، وأيضا العديد من الدول. هل ما زال هناك احتمالية أن الناتو يرسل دعم عسكري إلى كييف؟ توجد هناك احتمالية، هناك سيناريوهات مختلفة، ويتم النظر في إمكانات مختلفة أيضا. هناك مقترح من طرف تشيكيا، من جانبها اقترحت فرنسا إرسال القوات الفرنسية المسلحة إلى أوكرانيا لدعم الجيش الأوكراني. هناك إمكانيات مختلفة، ودعنا نتذكر أن منذ قبل عدة شهور كان هذا الموضوع محظورا تماما، أي موضوع إرسال القوات الغربية إلى أوكرانيا. الآن يتم نقاش هذه الإمكانية، وهذا يعني أن الدول الغربية وخاصة الدول الأوروبية أصبحت تدرك مدى خطر التصرفات الروسية، حيث بعد سقوط أوكرانيا، بعد هزيمة أوكرانيا لا سمح الله، سيأتي دور الدول الأوروبية في شرق أوروبا وثم في غرب أوروبا، حيث أظهر بوتين بشكل علني أنه لن يتوقف، ولذلك هم ينظرون في إمكانيات مختلفة لدعم أوكرانيا ولمنع هزيمة أوكرانيا في هذه الحرب. وأعتقد أن في نهاية المطاف ستتم هناك حلول جديدة لهذه المشكلة. في نهاية المطاف، هل تتمكن أوكرانيا من أن تصبح عضو في حلف الناتو كما تسعى دائما وهو الهدف الأكبر؟ نعم صحيح، والآن أدرك وأصبح واضحا قبل كل شيء للشعب الأوكراني أن العضوية في ناتو هي الوسيلة الوحيدة لحماية أوكرانيا وضمان وحيد ممكن في المواجهة مع روسيا.
هل هذا الحلم قريب المنال بالنسبة لأوكرانيا برأيك؟ برأيي هذا الحلم، نعم هذا حلم، واليوم هو ليس بعيدا، ولكن نأمل أنه سيصبح بعيدا غدا ربما، بعد نجاح أوكرانيا في ساحة المعركة. هذا النجاح ليس مضمونا، وهو يعتمد على عوامل كثيرة، ولكن هذا أمر ممكن. وبعد ذلك، بعد توقف الأعمال القتالية، القتال العنيف، ستأتي مرحلة يعني عملية انضمام أوكرانيا إلى الناتو. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من كييف الدكتور ميكولا باستون الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا على هذا التحليل.